السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة عن ما جرى في مدينة سامراء سر من رأى من قيام ما تسمى العتبة العسكرية بمشاركة ميليشيا السرايا وديوان الوقف الشيعي من إتمام الاستيلاء على جامع سامراء الكبير والمدرسة العلمية المتصلة به. وسيكون معنا في هذه التغطية في الاستوديو الأستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي العراقي، مرحبا بكم معنا. حياكم الله. وعبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري، مرحبا بكم أستاذ معاذ. حياكم الله ومرحبا بكم. أهلا بكم. وعبر الهاتف أيضا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الدكتور يحيى السنبول، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام الله. حياكم الله وأهلا بكم مشاهدينا وبضيوفنا الكرام. سنذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة ونبدأ هذه التغطية معكم مشاهدينا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية الخاصة عن ما جرى في سامراء والاستيلاء على جامع سامراء الكبير. دعونا نذهب بأول سؤال إلى الأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في الهيئة. أستاذ معاذ، بيان من الهيئة رافض لما يقوم به ديوان الوقف الشيعي بمساندة ميليشيا السرايا جامع سامراء الكبير، وذكرتم أن محاولة الاستيلاء مخطط لها منذ 17 سنة تقريبا. ما أهمية هذا الجامع ولماذا الإصرار على الاستيلاء عليه من قبل الوقف الشيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك أخي الكريم ولضيوف الفضلاء، حياكم الله. الجامع الكبير في سامراء يعد واحدا من أبرز معالم هوية المدينة. نعم. لأسباب عديدة من بينها أنه مرتبط بتاريخ عريق عبر أجيال كثيرة من العائلات السامرائية والعشائر التي كانت وما تزال تصف هذا الجامع بالمثابة. بالنظر للعلاقة المتبادلة بينه وبين المدرسة العلمية التي تجاوره أو التي هي جزء منه، فكلاهما ينتمي للآخر. والآن يعني في سامراء حينما يذكر هذا المسجد تذكر المدرسة والعكس صحيح. نحن نتحدث عن 153 عاما بعدما أسس الجامع والمدرسة في العام التاسع بعد 1300 هجرية، فهو تاريخ طويل. يعطي الجامع والمدرسة صفة الجمع بين الأصالة والتراث، فضلا عن القدسية وما يمثلانه من مأوى لأفئدة السامرائيين وغيرهم على مدى عقود. الآن حينما يراد استهداف المدينة بأي شكل من أشكال الاستهداف، فإن أول سهم يطلق يكون صوب الهوية، فهذا زيد من الاحتلال وحكوماته المتعاقبة منذ سنة 2003 وإلى اليوم. نعم. طيب أستاذ مجاهد، يعني عملية الاستيلاء على الأوقاف السنية وتهجير السكان بطريقة ديموغرافية، تغيير الهوية، تغيير معالم المدن العراقية، مقتصرة على سامراء لوحدها أم هي ممتدة إلى أقضية ومدن ومحافظات عراقية أخرى من خلال ما يجري منذ الاحتلال ولغاية اليوم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيوفكم ومشاهديكم الكرام. طبعا عمليات التغيير الديموغرافي التي رافقت يعني الحرب الطائفية منذ عام 2006 وإلى يعني ما بعد 2014 كانت في مستويات يعني ضمن المشروع الإيراني. نعم، مستويات كانت ضمنها عسكرية التي كانت تستهدف المساجد، تستهدف الخطباء والأئمة، كانت نعم. تستهدف المصلين كما حصل في ديالا في العديد من المناطق بهدف التهجير، بهدف يعني استهداف المدن المتعايشة. يعني حتى سامراء هناك نوع من يعني التعايش في هذه المدينة. نعم. هذا الاستهداف وهذا التغيير يستهدف التعايش بالدرجة الأساس. نعم. يجعل المدينة يعني حتى المدرسة الدينية، المدرسة الدينية يعني ضرب في النسيج المجتمعي بالتأكيد، يعني لكن بمستويات مختلفة. هنا نتحدث يعني كان في السابق السياق يجري عبر ميليشيات مسلحة. نعم. لكن اليوم هناك مؤسسة يفترض أنها تابعة للدولة تقوم بالاستيلاء على الأوقاف السنية، ليس فقط المساجد، هناك نعم. عقارات، هناك ساحات، هناك فنادق، هناك الكثير من الحجج الوقفية التي تثبت عائدية هذه المناطق إلى الوقف السني، لكن هناك نوع من المنهجية في الاستيلاء على هذه الأملاك. جميع هذه الخطوات ليست فقط في سامراء، هناك يعني ذراع دجلة أيضا كما حصل في جرف الصخر، هناك مناطق حزام بغداد، في ديالى اليوم الحس الطائفي، تجد هناك الكثير من الجهات السياسية تدفع باتجاه هذا إثارة النعرات الطائفية من جديد. يعني نسمع قبل أيام اغتيالات في الأنبار، في بابل، أحداث طائفية في ديالى ممزوجة بنوع من الصراع العشائري والميليشياوي، إضافة إلى هذا السياق الذي تسير عليه بعض القوى داخل الوقف الشيعي. يعني الوقف الشيعي هناك قوى نعم. سياسية داخله. يعني عندما تتحدث مع بعض المسؤولين في الوقف السني عن الكثير من الإجراءات، هناك بعض الشخصيات والمسؤولين في الوقف الشيعي يرفضونها، لكن نعم. هناك نوع من توظيف المؤسسات الدولة في تمرير مشاريع فئوية وحزبية من أجل يعني إثارة النعرات، من أجل المشاريع الاقتصادية. يعني هناك السياحة الدينية، يعني هناك في سامراء على سبيل المثال حول نعم. حول المدرسة الدينية وحول الجامع هناك 35 فندق، 150 عقار، تقريبا 15 ساحة للسيارات. نعم. هناك عشرات، ربما 1500 محل تجاري، جميعها مغلق أو معطل تم استيلاء عليها، وهناك نوع من إجبار السكان بطريقة أو بأخرى وممارسة الضغوط من أجل بيعها بأثمان بخسة، من أجل جعل هذه المدينة تتحول تدريجيا بسياق مذهبي يصب في صالح جهات معينة دينيا وتجاريا وسياسيا. طيب دكتور يحيى، وصلنا إلى نقطة الوقف السني وعملية السكوت عن هذه الجرائم المستمرة حيال الأوقاف السنية إلى هذه اللحظة. إذا نسأل حتى المرقدين العسكريين هم لم يتبعا إلى الوقف الشيعي لهذه اللحظة، ماذا عن جامع سامراء الكبير وهو عائد إلى الوقف السني؟ كيف يمكن التنازل عنه بهذه الطريقة والسكوت عن هذه الجريمة؟ أحييك وأحيي ضيوفك الكرام ومشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله دكتور. أخي الكريم، إدارة الوقف السني ليست بالمستوى العلمي والديني والثقافي، وإنما جاءت على شكل محاصصة. لذلك هذه الإدارات الفاسدة التي تعاقبت على إدارة الوقف السني لم يكونوا أبدا من أصحاب الأوقاف، لأن أغلب الأوقاف في العراق هي أوقاف لعوائل قد أوقفت ما تملك في توسيع مساجد أو حضرات أو عتبات، والعتبة العسكرية أو ما يسمى مسجد الحسن العسكري والمدرسة العلمية والجامع الكبير هي تاريخيا هي وقف سني خالص. نعم. ولكن في كل ظرف من ظروف الاحتلال
يدخل الفرس على هذه المناطق من أجل أن يغير الديموغرافية. فما جرى على أوقافنا في زمن المغول لا يختلف عن ما يجري الآن في زمن الاحتلال الأمريكي والسلطة الذيلية التابعة للفرس. هؤلاء يسيرون بخطى ممنهجة، وإن رئيس الوقف السني لا يأتي إلى هذا المنصب سواء يشتري هذا المنصب بالأموال، ولكن عليه أن يكون خاضعا لإرادة الأحزاب الطائفية التي تتحكم بالمشهد السياسي العراقي. نعم. كل ذلك لن ينفع هؤلاء الفاسدين، وحتى أولئك المستولين على هذه المدرسة وعلى هذا الجامع الكبير وعلى العتبة العسكرية، هؤلاء أحفادهم أبناء سامراء، هؤلاء هم أجدادهم المدفونين، هؤلاء ليس ملكا للفرس وليس ملكا لأولئك الذين لا يستطيعون إثبات نسبهم مطلقا ويتحدثون بآل البيت. آل البيت هم أبناء العشائر العربية ومن يتبعهم في سامراء وفي الأنبار وفي بغداد. هذه متاجرة رخيصة، ولكن هناك هدف من ذلك، أن يختار هذا التوقيت في وقت تتعرض فيه إيران إلى الضغوط، وهناك من يحاول أن يشعل الفتنة داخل العراق من أجل يبرر لأمريكا وغيرها عدم الإقدام على ضغوط أكبر تجاه نظام الملالي في طهران، وهم المتفقون على ذلك في العراق والمختلفون على ملف آخر، حتى نكون دقيقين في ذلك. فما يجري على أرض العراق من محاولة للتغيير الديمغرافي وسرقة أوقاف السنة، هذا محاولة هي ممنهجة من هؤلاء المتسلطين اليوم، ولكن سيدفعون ثمنها إن عاجلا أو آجلا. نعم. لأنها وراءها رجال مطالبون بها، وهي حق من حقوق أبناء سامراء وعشائرها وشيوخها. لذلك لا يمكن أبدا السماح بأي إجراء يخرج نطاق عملية، سواء هي أوقاف إسلامية خالصة يعني وليست من هي الذي أوقاف لا يمكن أن يسمح دكتور؟ من نعم. من الذي لا يمكن أن يسمح؟ الوقف السني إذا تنازل عن هذا الجامع وتم يعني التنازل إلى الوقف الشيعي، وحتى الاسم يعني صاحب الأمر، يعني من جامع سامراء الكبير إلى صاحب الأمر، من الذي لا يسمح؟ لا يسمح هو الشعب. نعم، وأهالي سامراء هذا موجود. يمكن أن يحدث هذا في ظل الاحتلال، لكن ما يبنى على الباطل فهو باطل. نعم. الوقف السني الآن بإدارة جاءت به هذه السلطات الميليشياوية، وليس بإدارة خالصة من متولي الوقف الذين ينتخبون من هم أصحاب الوقف ليكون هناك رئيسا للوقف. هناك بيع وشراء للمناصب داخل الوقف، وهناك استباحة لأموال الوقف منذ 20 عاما، وهذا نعم. هذا معلوم جدا، وهؤلاء نعم كلهم آثمين. وكل من يسوغ للأوقاف أو للوقف السني ما يقوم به من عمل فهو مسؤول عن ذلك أمام الله، ومسؤول عن ذلك أمام الشعب. في ساعة سيكون هناك من يعيد الحقوق لأصحابها بإذن الله. نعم دكتور. أستاذ معاذ، يعني لو نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخرى، الفتنة الطائفية بدأت بالعراق منذ عام 2006 عند تفجير المقدين، وعادت اليوم في 2023 إلى ذات الموضوع، إلى سامراء. يعني عملية استيلاء الوقف الشيعي والميليشيات على جامع سامراء ليست وليدة اليوم، إنما سبقتها محاولات كثيرة إلى الوصول إلى تغيير اسم الجامع والمدرسة. لماذا سامراء والتركيز عليها بهذه الطريقة؟ الحقيقة يعني كما تفضلت، المدينة تتعرض لاستهداف، فلنقل استهداف عريق، ليس بمعنى العراق التي نقصدها باللغة، وإنما نقصد بها القدم. إذا أردنا أن ندخل لهذا الموضوع من باب، علينا أن نعطي المشاهد الكريم تصورا أن مدينة سامراء بوصفها مدينة ليست هي الوحيدة التي يقتصر عليها هذا الاستهداف، بأن أحزمتها تعاني من أوضاع مؤلمة جدا. نعم.
تفاقمت بشكل كبير بعد منتصف سنة 2014، ولا سيما المناطق والقرى والبلدات التي تقع إلى الغرب من نهر دجلة. يجري هناك في هذه الأيام وفي قبلها حراك ميليشياوي مستمر من تهجير وتغييب واعتقالات وإجراءات ضيقت على العشرات من السكان المحليين هناك وأجبرتهم على النزوح. بالمقابل تم إيفاد عائلات من محافظات العراق الجنوبية لتستوطن في تلك المناطق تحت ذريعة وهي رعاية الجاموس بسبب ما قالوا إنه نقص المياه في مناطق الجنوب. وهذه في الحقيقة مشكلة يعني أخرى على المستوى الاجتماعي والديموغرافي يعاني منها أهلي سامراء وأطرافها. نحن بصدد الحديث عن استهداف الجامع الكبير في سامراء وعن من المسؤول عن التصدي لمثل هذا النوع من الهجمات، فلنكن صريحين جدا في هذه الجزئية. ديوان الوقف السني بهذا المسمى هو مؤسسة حكومية، أي مؤسسة ناتجة عن مشروع احتلالي لها من التوصيف مثل ما لبقية المؤسسات المرتبطة وجودا وعدما بنظام المحافظة. والفساد فيه سمة ظاهرة جعلت من ديوان الوقف السني اسما على غير مسمى، فلا هو حافظ على أوقاف المسلمين ولا هو قادر على التباري مع شركائه في العملية السياسية الذين يظهرون دوما أمامه منطقة المتحكم والأمر واجب التنفيذ. نعم. هذه المؤسسة يعني مع شديد الأسف ليس معاني. إذا سمحت لي، يعني التفريط ببعض الأموال، الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة ومن ضمنها كما ذكرت الوقف السني، هذا شيء، والاستيلاء أو التنازل عن الأوقاف السنية إلى الوقف الشيعي شيء آخر. هل يملك الوقف السني أن يتنازل بهذه الطريقة البسيطة؟ نعم، وفق منطوق ومنظور نظام المحاصصة الطائفية الوقف السني ليس له من الأمر شيء. مخرجات منظومة المحاصصة جعلت من الوقف السني أشبه بمن يسمون بالسياسيين السنة الذين ليس لهم نصيب في معادلة العملية السياسية ومحيها شرعية مطلوبة بشهادة زور بغية الحصول على ربما مكاتب ومنافع خاصة وفئوية وإن كانت محدودة، فهي لا تمثل إلا فتاتا قياسا لما يحققه شركائهم الآخرون. هذا هو الحاصل في الحقيقة. نعم. طيب، من زاوية أخرى أستاذ مجاهد، يعني عملية الاستيلاء على جامع سامراء الكبير ليست الأولى كما ذكرنا، سبقتها عمليات وضع اليد على العديد من الجوامع من الأوقاف السنية. ما المبررات التي يسوقها الوقف الشيعي للسيطرة على هذه المساجد والأوقاف السنية؟ طبعا هناك يعني مبرر التسمية، يعني هناك مثلا مساجد في الموصل ربما يصل عددها إلى 25 مسجد وجامع تحت مسمى ويافطة آل البيت، يعني نعم. أي اسم فاطمة بنت الحسين مثلا على بنت الحسن أو علي بن أبي طالب، نعم. أو أي تسمية تتبع آل البيت الكرام يقومون بتحويلها أو مساعي تحويلها إلى الوقف الشيعي. طبعا هذا ليس فقط في الموصل فقط، لكنها لم تبنى من قبل لا عائلة شيعية ولا الوقف الشيعي نفسه. بالتأكيد، يعني هنا فرضية تفترض وكأن آل البيت هم حكر فقط لجهة معينة، وهذا يعني أيضا فيه يعني من اللبس والخطأ الكبير. لذلك الوقف السني هنا يعني الكثير من المسؤولين لا يريدون يعني الحديث عن هذه الملفات، لأن هناك المسكوت عنها، يريدون المحافظة على شيء من العلاقة ويعني إسكات الأصوات التي تريد استغلال هذا الحدث طائفيا على سبيل المثال، لأنه نعم. سيؤثر بشكل أساسي وكبير على الوضع العراقي. لكن هذه الأصوات اليوم بدأت تعلو، نعم. يعني اليوم عندما نراقب الوضع السياسي السني وممثلي السنة الذين يفترض أنه يكونون ويعملون على منع يعني إجراء هذه التغييرات، سواء تحالفات السيادة والعزم والمجمع والوقف نعم. السني وغيرها، الجميع بما فيهم السياسيين في تلك المناطق والنواب، الجميع يتحدث عن هذا الاستيلاء، بمعنى أن هناك نوع من يعني الاستيلاء العلني بدون مبرر. يعني لا توجد هناك مبررات حقيقية مقنعة. وللأسف هنا نتحدث عن سياق
يعني مكمل للسياقات السابقة التي كانت تقوم بها جهات مسلحة وأطراف خارجة عن القانون. اليوم يأتي سياق جديد وجزء من مؤسسات الدولة تقوم بالتجاوز بعد أن استحكمت الميليشيات وفسحت المجال لهم ومنعت حتى المقاومين أو العشائر أو من يكون حائط صد لهم، بدأت هذه المؤسسات بالتأكيد يعني هناك نوع من الإجراء القانوني أو إجراءات بين قوسين تفرض الدولة. يعني الدولة توظف مؤسسات الدولة لتحقيق أجندات سياسية حزبية وطائفية مذهبية تابعة لهذا الطرف أو ذاك، وجميعها بالنهاية يعني اليوم الأصوات التي ترفض هذا السياق من أين أتت؟ من هذه المدن، من هذه العشائر، وبالتالي سيخلق نوع من الإرباك الاجتماعي داخل هذه المدن المختلطة. طيب دكتور يحيى، يعني دائما ما صدع رؤوسنا ممثلو السنة بالدخول العملية السياسية، يعني كون أنه نسبة السنة تنزل إلى 20% أو أقل وفق المحاصصة الطائفية، قالوا أنه نحن سندخل العملية السياسية من أجل الدفاع عن السنة، حقوق أهل السنة، كرامة أهل السنة، تاريخهم، تراثهم، ولكن لم نجد أي من هذا يحصل في المدن السنية. المعتقلون اليوم يقتلون بدم بارد بالإهمال الطبي، مدن سنية وقرى سنية تباد عن بكرة أبيها ولا يوجد من يدافع عنها. اليوم وصل الأمر إلى المساجد والتراث والأوقاف، ما هو دور ممثلو السنة؟ ممثلو السنة دائما هم شهود زور على مأساة أهلهم وأبناء محافظاتهم وعلى مأساة العراقيين جميعا. هؤلاء عندما ارتضوا أن تكون نسبتهم 20% أو أقل، هم قد خانوا مكونهم وخانوا الأمة عندما قبلوا بهذه النسبة. العرب السنة في العراق حسب بيان الأمم المتحدة عام 2005 عندما شاركت كل المكونات في الانتخابات قالت إن الذين شاركوا 59%، وإن السنة قد رفضوا المشاركة وكانت النسبة 41%، إضافة إلى أن هناك من السنة ما يقرب من 3% إلى 4% قد شاركوا في الانتخابات من أتباع الأحزاب التي جاءت بركاب المحتل أو الشخصيات التي جاءت مع المحتل الأمريكي. فنسبة العرب السنة تصل إلى ما يقرب 47% إلى 46%، وهذا هو الشيء الثابت، إضافة إلى أن الأرض التي يملكونها هي تعادل ما مساحته أكثر من نصف العراق، ولكن هؤلاء الخونة قبلوا بالفتاة وقبلوا أن يكونوا شهود زور، وهؤلاء ما قدموا لهم ولا أولئك الذين كانوا من قبلهم وغادروا المناصب أو طردوا أو طردتهم هذه الحكومات الطائفية، لم يقدموا شيئا سوى الكذب والمبررات الفارغة، وإنهم جاءوا ليقولوا كذا للأمريكان، وإنهم جاءوا ليحمون مكونهم في وقت لم يستطيعوا حتى حماية أنفسهم. الحكم في العراق منذ 2003 وإلى هذا اليوم هو حكم تمييز طائفي واضح بإدارة أمريكية وبمباركة أمريكية إقليمية ودولية، وإن إيران هي صاحبة الملف العراقي في كل شيء حتى وإن اختلفت مع أمريكا حول الملف النووي، ولكن إيران تستخدم العراق كساحة للي الأذرع سواء مع كل الجهات الأخرى التي تريد الإيقاع بها وخصوصا في جانب الملف النووي. لذلك جاء استهداف اليوم المساجد أو جاء استهداف الجامع الكبير هو ضمن أعتقد حلقة لإثارة الطائفية، بل إن يمكن أن يكون هناك إنهم قد اكتشفوا بأن هناك محاولة استهداف لجهة معينة من هذه الميليشيات أو الحكومات، فتريد أن تثير إيران النزعة الطائفية من جديد، مثلما أمرت سليماني وحرسه الثوري بتفجير قبة الإمامين العسكريين عام 2006 واتهمت بها السنة، في وقت إن هذه المرقدين أو هؤلاء أصحابهما عليهم السلام كانوا مدفونين منذ 1000 عام في هذا المكان أو يزيد أو أقل، لكن لم يتعرضوا في يوم من الأيام لا إلى النبش ولا إلى الضرب، بل كانوا يزورونهم أهل سامراء، هم أخذين على عاتقهم حماية المراقد. نعم، وكان
هذه المراقد حتى إذا كانت لم تكن هناك حماية لها، أهل سامراء هم حماية لها، هم يحمون هؤلاء أجدادهم. نعم. وهذه قبور آل البيت عليهم السلام الذي نعم. ينتسبون إليهم. نعم. فهي محاولة للبدء بعملية طائفية تزامنت مع اغتيالات في ديالى وتزامنت مع تهديدات إقليمية ودولية إلى الجانب الإيراني، وهناك أيضا ما نسف كل ما كان يتحدث به ذاك المدعي بالإصلاح بأنه قد غادر المكان، ولكن إيران قد هيأته لإثارة حرب طائفية مثل ما أثارها عام 2006. وأن بعد هذا الشيء ستظهر أشياء أخرى، ولكن أنا أعرج وأقول بأن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، فما سرقه المغول وما دمره من مساجدنا قد عادت بأشد وأكبر وأفضل وأحسن، وإن هؤلاء حالهم حال المغول بإذن الله، سينهزمون لاحقا وستكتشف عوراتهم وسيلاحقهم العار والشنار في حياتهم وفي طيب مماتهم. دكتور. نعم أستاذ معاذ، اليوم عمليات الاستيلاء، أو كما ذكرت يعني كذا ذكر الدكتور يحيى أن مول والسنة شهود زور على العملية السياسية، عمليات استيلاء هذه أو الهدم الممنهج لممتلكات الوقف السني ومنها أوقاف وجوامع أثرية، عرفنا أن ممثلو السنة ليسوا أهل للدفاع عن المقدسات أو كل ما يخص السنة، لماذا لا تتحرك الجمعيات أو المنظمات الدولية المعنية بالتراث تجاه حماية هذه الأوقاف أو الأماكن الأثرية والتراثية؟ هذه المنظمات لا تفرق كثيرا عن المنظمات التي تدعي حقوق الإنسان، فإذا كانت تلك المنظمات التي ترى الإنسان العراقي يذبح يوميا ولا تحرك ساكنا، أو أقول تحرك ساكنا بالمعنى العملي الحقيقي، ليس بمجرد التقارير أشبه بالتقارير الصحفية التي تصف الحال، إذا كانت حياة الإنسان التي هي أغلى ما يكون رخيصة في نظر هذه المؤسسات، من باب أولى أن المباني والمساجد وهذه الشواخص التراثية ليست بذات قيمة. اليوم اسمح لي أن أذكر لك شيئا ربما يكون على سبيل الطرفة. اليونسكو وصفت مدينة سامراء بأنها عاصمة الحضارة الإسلامية. اذهب الآن إلى مدينة سامراء، لن تستطيع أن تجد 3 أمتار من شارع تستطيع أن تمشي عليه مشية مستقيمة. المدينة حقيقة بكل ما تعنيه الكلمة منكوبة، لا خدمات فيها، لا يعني لا شكل من أشكال الحياة المحترمة. كثير من الأهالي بدأوا يعني يفكرون بالخروج إلى خارج البلاد، وهذا عين ما تقصده أدوات المشروع الإيراني التي تعمل على محاولات إحداث تغيير ديموغرافي في هذه المدينة على وجه التحديد. المنظمات الدولية المعنية بالتراث حقيقة هي تتاجر فيما يتعلق بالقضية العراقية، شأنها شأن بعثة الأمم المتحدة في بغداد التي دائما ما تكون منحازة إلى صف الميليشيات وإلى صف الحكومة. نعم. فلا يعنيها شيء سوى أنها تحقق فقط جولات ميدانية وتحقق من خلالها مكاتب سياسية وأضواء وشيء من التصريحات على وسائل الإعلام. عمليا لا توجد منظمات دولية حقيقية تعالج هذه المشكلة في البلاد. إذا لم توجد هذه المنظمات والتي تعمل ربما حقيقة على هذا الجانب، لماذا لا يتم تدويل قضية الأوقاف والاستيلاء عليها بهذه الطريقة إذا كان الوقف السني لا يستطيع الحماية أو حمايتها؟ يعني هذه حقيقة في حد ذاتها مشكلة، يعني أنت تتعامل مع خصم هو القاضي، إذا أردت أن تدول هذه القضية يعني ستكون خاضعا لإجراءات معقدة جدا، تبدأ من المؤسسات الحكومية، والمؤسسات الحكومية نفسها لن تروج شيء من هذا القبيل في هذا الاتجاه. نعم. فحقيقة هي مشكلة معقدة جدا، ما لم تكن هناك يعني مبادرات ذاتية وشعبية من أبناء الشعب العراقي عامة وفي المناطق التي تتعرض لهذا النوع من الاستهداف خاصة، فإن حل هذه المشكلة يعني لا يبدو متناولا في الأفق.
نعم. طيب اسمحوا لنا ضيوفنا الكرام أن نتابع هذه المادة، حيث كان مدير الوقف السني السابق في سامراء بكر محمد، والذي أقيل من منصبه في عهد رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كنبش بسبب حديثه عن تغيير هوية سامراء والاستيلاء على جامع سامراء الكبير. كان قد تحدث عن محاولات للاستيلاء على الجامع الكبير والمدرسة الدينية من قبل إدارة العتبة العسكرية. لنتابع. لا زالت سامراء ومنطقتها القديمة تعاني من إغلاق كبير، واحدة من أهم المشاكل اللي يعتبرون أهل سامراء ظلم وحيف كبير هو إغلاق المحال التجارية، والتي هي سبب ومصدر رزق للكثير من العوائل. نحن نؤيد أن يكون هنالك أمن للإمام والضريح المكرم، وهي منطقة لدينا محل اعتزاز وافتخار بها، لكن هنالك ضرر واقع على العوائل السامرائية، وهنالك ضرر ديني واضح. كما أنها تم افتتاح المدرسة الشيرازية، فإننا نطالب بأن تعاد المدرسة الدينية لكي يكون هنالك رأسان في المدينة، المدرسة الشيرازية والمدرسة الدينية. فمن الظلم أن تفتتح مدرسة تدرس مذهبا معين وتغلق مدرسة لمذهب آخر. أعتقد أن هذا يوحي بتغيير واضح للمدينة وهويتها. نقول الكلام ولسنا تأخذنا في الحق لومة لائم. دعوة لجميع العقلاء أن يعاد النظر بهذا الملف، لكون هذا الملف واحدة من الأشياء التي تضر بالسلم. نرحب بكم من جديد مشاهدينا. أستاذ مجاهد، اليوم يعني ما ذكر بكر محمد مدير الوقف السني السابق في سامراء، يقول غلق مدرسة على حساب مدرسة، خطورة هذا على المجتمع الذي عاش كما تفضلت في أول التغطية، عاش بطريقة سلمية ومتعايشة منذ مئات السنين، خطورة أن يتم افتعال مثل هذه الأزمات على النسيج المجتمعي. طبعا بالتأكيد يعني هناك يعني تستخدم الطائفية في كثير من الأحيان لتحقيق مصالح سياسية، طبعا على حساب دماء الناس، على حساب مصالحهم، كما حصل في هذه المحلات التجارية وتعايش المدينة وبالتالي استقرار البلد. يعني هناك ربما يتعاطف بعض ضعاف النفوس مع الإرهاب، وبالتالي تتضرر المدينة، تتضرر المذاهب والمدارس الدينية. هذه العقلية التي تدير هذه الملفات يجب أن تتغير إلى سياق ونهج تابع للدولة. سياق ومنطق الدولة يختلف عن منطق الجهات السياسية التي تحقق مصالح حزبية ضيقة على حساب المدن. ليس فقط هنا، يعني في سامراء على سبيل المثال وفي الموصل، يعني هناك قبل فترة طرح ما يسمى بطريق السبايا الذي يمتد من الجنوب وحتى الموصل وعبر الحدود. وفي هذه المناطق لا توجد مثل هذه المراقد، يجري يعني اختلاق مراقد وتأسيس مراقد جديدة يعني بفرضيات تاريخية غير مثبتة لا علميا ولا تاريخيا ولا مذهبيا. الهدف منها؟ الهدف منها مد هذه الجهات السياسية مصالحها إلى الشمال وعبر الحدود إلى سوريا. يعني هناك من يفكر، يعني التفكير ليس تفكير مذهبي فقط، هناك مصالح تجارية، هناك مصالح يعني تجري عبر الحدود بسياقها الديني. يعني هذا المد تستخدم بغطاء ديني ولكن مصالح بالتأكيد. يعني هناك على سبيل المثال في غرب العراق في مناطق الأنبار هناك مثلا رقابة أمريكية يريدون فتح منافذ عبر سوريا في الشمال العراقي عبر محافظة نينوى، وبالتالي يتم التغطية على هذه المعابر لنقل السلاح المخدرات بسياق ربما لا يعني يوازي هذا السياق، لكن ربما غير مخطط. يعني هنا نتحدث عن سياق ميليشيات وجهات سياسية، وهنا نتحدث عن سياق مؤسسة تابعة للدولة. يعني وكأن توظف تلك المؤسسة بالتوافق مع تلك الميليشيات. يعني هنا خطورة المسألة. يعني عندما يعني كنا ميليشيات شبه ذراع رسمي صارت للدولة تخدمها في كل مصالحها. بالتأكيد. يعني هناك مؤسسات تابعة للدولة، صمت هذه المؤسسات الأخرى التي يفترض أن يعني تدير الملف بطريقة صحيحة، المسألة مسألة إدارية بالدرجة الأساس، يجري تغييرها. يعني تغيير الحجج الوقفية وعدم الاعتراف بها. يعني عندما يتم الذهاب إلى المحاكم
وللبحث عائدية تلك الأملاك. نعم. يعني جميع الوثائق الثبوتية التي يقدمها الوقف السني الأصول تتبع إلى ينتصر فيها، لكن ما يجري اليوم هو تغيير الواقع، تغيير الواقع لكي لا ينسجم مع الحجج الوقفية، وبالتالي يفرض هذا الواقع على هذا السياق يعني. وبالتالي تسيطر هذه الأحزاب والقوى على هذه الأوقاف والمراقد. نعم. بحجة هذا هو الواقع، هذا ما نراه، الجميع يشتري الأراضي وما حول المراقد، وبالتالي تخلق هذه الحالة. يعني ليس فقط في سامراء، وإن كان ليس من حق الوقف السني أن يتنازل، ليس لأنه تنازلا، ليس أصلا يعني هناك تابع لشخص أو موظف، هناك يعني هذه الأوقاف هي تابعة لأشخاص، لأشخاص وتابعة يعني العديد من الجهات التاريخية، لكن ما يجري هو تغيير إدارة هذه الأوقاف. نعم. أو تغيير واقعها، يعني هو يمتلك الحجة الوقفية الوقف السني، لكن على أرض الواقع من يمارس إدارتها هو الوقف الشيعي. نعم. طيب دكتور يحيى، اليوم ما مبرر العملية الحالية التي جرت في سامراء من تغيير اسم الجامع وعائديته من جامع سامراء الكبير إلى صاحب الأمر؟ قبل شهر ربما أكثر أقل بدأت عمليات في ديالة، في الأنبار استهدافات اغتيالات، وصلنا إلى صلاح الدين. توقيت عملية صلاح الدين هذه الفترة ومشاركة السرايا بهذا الموضوع وتار الصدر والسرايا بعيدين عن العملية السياسية، الانسحاب من العملية السياسية، ما الذي أذكى الموضوع من جديد؟ عندما يحاول الطائفيون تغيير هذا الاسم هم يحسبون أنهم يريدون إضفاء شرعية على القيام بهذا العمل لسرقة هذه المدرسة وهذا الجامع. نعم. وهذا منتبه له من قبل سواء أهالي سامراء أو من قبل الرأي العام المحلي والمراقبين من قبل علماء الدين الآخرين. وعندما يكون هذا العمل بهذا التوقيت كما أسلفت قبل دقائق، هو في وقت تتصاعد فيه الضغوط على إيران، لذلك مع موجة الاغتيالات أو التصفيات التي تحدث في مناطق في العراق في ديالة خاصة، وهي المناطق التي يكون فيها هناك تعايش مشترك، تستغل دائما الطائفيون تستغل الميليشيات الطائفية هذه الحالة لتنفيذ أجندات هي مأمورة بتنفيذها من قبل إيران أو من قبل جهات خارجية من أجل إثارة المد الطائفي من جديد. نعم. هناك أنا أرى هناك عمل آخر كبير سيحدث، هم الآن يتحدث عن مسجد وجاءوا لسرقة هذا المسجد أو جاءوا للوقف السني للتنازل عن هذا المسجد، ولكن في خضم هذا الظرف لا يوجد شيء مبيت سواء من إيران التي تريد أن تجعل من العراق ساحة تصفية سواء مع أمريكا أو مع الدول الأخرى، وهي لا تضرب إلا في الساحة السنية، لأن الساحة لأن ترى بأن السنة أصبحوا هم الطرف الأضعف بسبب تخلي أولا سياسيهم الذين يدعون أنهم سياسيين، هؤلاء قد باعوا مكونهم منذ انخراطهم بهذه العملية السياسية ولم يستطيعوا أن يقدموا لهم شيء، ويبحثون عن مصالحهم الشخصية وعن أموال لا أكثر، بالإضافة إلى المقاومة الكبيرة التي قام بها السنة تجاه المحتل الأمريكي، والتي وصلت أنهم قدموا مئات الآلاف من الشهداء إضافة إلى مئات الآلاف من المهجرين والسجناء وغيرهم. لذلك هي إيران تحاول قدر الإمكان أيضا الدخول من جديد لأضعاف المكون العربي السني في العراق، ومحاولة قضم أراضيه ومحاولة السيطرة على مقدراته بواسطة أذرعها الميليشياوية المسلحة. ومع كل ذلك إن شاء الله سيفتضح هذا الأمر قبل أن نصل إلى نتيجة أن تكون هناك حرب طائفية لا أحد يرغب بها سوى إيران وأتباعها، من أجل خلط الأوراق ومن أجل المحاولة على السيطرة على مواقع لإحداث التغيير الديموغرافي فيها، وإن كان لفترة
محدودة، لأن وجود هذا التغيير لا يمكن أن يكون طويل الأمد في ظل وجود قبائل وعشائر متنبهة لما يجري على أرضها وحولها. لكن من دكتور يحيى، ما الذي تستطيعه هذه العشائر والعوائل وحتى الضغط الشعبي، ما الذي يستطيع أن يفعل أمام سطوة الميليشيات، أمام أجهزة الدولة الكاملة المسخرة على هذا الموضوع؟ يعني العتبة مقفلة بحواجز كونكريتية، الدخول لها بممر ضيق، تم غلق المحلات، تم التضييق على السكان اقتصاديا حتى يدفعون إلى الخروج من هذه المناطق، بالتالي ما الذي يمكن أن تفعل العشائر أو العوائل؟ في هذا الوقت نعم هناك هذا الضغط الكبير وهذه السيطرة الميليشياوية، ولكن لا تبقى هذه إلى أبد الآبدين. نعم. لا بد أن يكون هناك من يوم وتنفجر فيه هذه المدينة والمدن الأخرى على هؤلاء الطغاة وهؤلاء المرتزقة وهؤلاء الجلاوزة. لا بد أن يصل هذا إلى هذا اليوم. أما الآن نعم هم مستقوين علينا بهذه الحكومة الطائفية التي تعطيهم المبررات وتعطيهم القطاع القانوني بسرقة. نعم. اسمح لنا فقط أن نتابع هذه المادة ثم نعود إلى تكملة الحوار معكم، تفضل. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية عما يجري في سمراء من السيطرة على جامع سمراء الكبير من قبل العتبة العسكرية بمشاركة ميليشيا السرايا. أستاذ معاذ، رأينا المقتطف الذي تحدث فيه مدير الوقف السني السابق في سمراء بكر محمد والذي أقيل في زمن رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كنبش. ما خطورة ما يقوم به الوقف السني اليوم من التنازل عن ممتلكات أوقاف المسلمين السنة في العراق، وربما لن تكون هذه الحالة الأخيرة، وربما هناك حالات أخطر ستكون مستقبلا، كيف يمكن معالجة الموضوع أو متابعة الموضوع إذا كان الوقف السني غير أهل للحفاظ على أوقاف المسلمين؟ الحقيقة الخطورة هي أبعد من المدى المتصور، لأن أوقاف المسلمين في العراق يعني ولا سيما المساجد والمدارس الدينية هي بمثابة هوية تعبر عن عقيدة وعن ثقافة المجتمعات التي توجد فيها هذه الأوقاف. نعم. الوقف السني كما تحدثت وكما تفضل ضيفاك الكريمان، نعم، مؤسسة حقيقة غير جديرة أبدا بأن يعني تمسك بزمام ما أوكل إليها هذا الأمر. نعم. هي مؤسسة تتسم بالفساد ومؤسسة غارقة في محددات العملية السياسية لا تستطيع الخروج عنها. المحافظة تفرض عليها سطوتها بحيث أنها وإن كانت تسمى مؤسسة وإنها في الحقيقة هي مجرد أداة تتلاعب بها الحكومة. وإذا نظرنا إلى واقع الحال في غضون سنة واحدة فقط تم استبدال 3 رؤساء للوقف السني دون أن يثبت على واحد منهم. كلما جاء أحد كشف فساد من سبقه. إذا نظرنا اليوم إلى موضوع البحث الذي نناقشه اليوم وتحديد مدينة سامراء، أنا من وجهة نظري أجد أن الاستهداف هذا المتكرر ولا سيما في معالمها الكبرى مرده يعني أشبه بعقوبة للمدينة ولأهلها نتيجة 3 مواقف رئيسة في تاريخ هذه المدينة بعد احتلال العراق في 2003. نعم. الموقف الأول أن سامراء ومحيطها
كان مسرحا للمقاومة العراقية التي أذاقت الاحتلال العديد من الضربات وأرغمتهم على تغيير الكثير من الخطط في أكثر من مرحلة من مراحل نشاطها هناك. والأمر الثاني هو وقوف أهالي سامراء أسوة بإخوانهم في المحافظات الست المنتفضة بوجه حكومة المالكي في ذلك الوقت، والذين رفعوا صوتهم عاليا مطالبين بحقوقهم وبخلاص مدينتهم من سطوة الحكومة. والأمر الثالث 2003 حين كانت سامراء، عفوا بعد 2014 حينما كانت سامراء مأوى لأهلنا النازحين من مناطق الأنبار التي كانت تتعرض لعمليات عسكرية، فلأن أهالي سامراء آووا ونصروا إخوانهم هناك، فكأنما تريد الحكومة أن تعاقب السامرائيين على هذه المواقف النبيلة. لماذا؟ لأن الحكومة قادمة في ظل احتلال، ولذلك لا يروق لها أن تبقى اللحمة الاجتماعية في العراق على هذه الشاكلة. العملية السياسية والحكومات التي تنتج عنها لا تستطيع الاستمرار إلا في حالة الفوضى وإلا في حالة عدم الانضباط، ولذلك تسعى بكل جهد وتسعى بكل ما أوتيت من وسيلة إلى أن تبقى حالة الاضطراب في العراق وفي المدن التي يشاع أنها مدن ذات ما يسمونه في مصطلحين تعايش، وهي في الحقيقة المدن المختلطة التي تختلف مصطلحات التعايش بالنسبة لها من مدينة إلى أخرى. نعم. طيب أستاذ مجاهد، من المؤهل اليوم لتحمل مسؤولية الحفاظ على هوية العراق الوطنية الجامعة بما فيها كل المكونات الثقافية والدينية وغيرها في العراق؟ طبعا يعني هذا الموضوع يعني بسبب النظام السياسي الطائفي والمحاصصاتي الذي فرض من حيث النظرية المحاصصة والطائفية، وأتت تلك القوى والميليشيات بفرض هذا الواقع على الأرض، أصبح من الصعب جدا الحديث عن سياق وطني في العراق، لأن السياق سيواجه يعني كما شاهدنا قبل في مرحلة ما بعد الانتخابات ومساعي تشكيل حكومة سميت حكومة الأغلبية بسياقها الوطني. نعم. كان هناك رفض لهذا السياق من معظم القوى المتنفذة، خاصة من القوى الموالية والحليفة. نعم. لإيران، وبالتالي السياق هذا سياق من المستحيل أن يحدث في العراق. إذن ليست هناك جهة محددة ممكن أن تقوم بهذا الدور. بالتأكيد هناك عدا الشعب وعدا مكونات الشعب. بالتأكيد يعني هناك شعب. يعني إذا أردنا سياق من هذا النوع يجب أن يكون من قبل حكومة مركزية قوية تفرض نوع من المشروع الوطني بالتوافق مع جهات سياسية أخرى تؤمن بهذا المشروع. نعم. وبالتالي تفرض هذا الواقع اليوم. وإذا كانت الجهات الحكومية هي من تفتعل هذه الفتن والأزمة؟ بالتأكيد يعني هنا الخطر، هنا لابد من عندما نقول مشروع وطني الجميع، جميع مؤسسات الدولة، جميع القوى المشاركة تساهم بهذا المشروع، لا أن تعترض أو توظف جهات سياسية. هذا ربما ما يخالف كل سياسة العملية السياسية، يعني هذا من المستحيل أن يحدث. يعني هناك قوى سياسية وصناع قرار يقومون بإلهاء الرأي العام وإشغال الشارع العراقي بقضايا إما محاربة داعش أو الطائفية أو نعم. مقاومة المحتل. طيب. أو محاربة الفساد، وبالتالي هذا للتغطية على مشاريعهم التي تكون تحقق مصالحهم وتعترض ولا تحقق نعم. المصالح. طيب. المجتمع العراقي. نعم. دكتور يحيى، في دقيقة ونصف إذا سمحت لي، هل يستطيع النسيج المجتمع اليوم الصمود أمام كل محاولات إذكاء الفتنة الطائفية من جديد بعد أن عانى المجتمع سنوات طويلة من الشرخ الكبير والدك على التعايش السلمي بين أفراد المجتمع؟ الكثير من النسيج الوطني العراقي هم مؤمنين حقا بوحدة وطنهم وبالعلاقة التاريخية القديمة بين مكوناته، ولكن الفاعل الخارجي والأدوات التي جاءت في ظل الاحتلال والتي لبست ثوب الطائفية، لأنها لا تستطيع أن تبرر ما قامت به خيانة للوطن والمجيء بالاحتلال إلا أن تلبس ثوب الطائفية، وما تبعهم من ميليشيات ومرتزقة وأدوات هي من تشعل حرب، هذه الحرب الطائفية، وتستهدف الوطنيين من كل الأطراف ومن كل الجهات. لذلك المجتمع أو النسيج المجتمعي نعم هو صابر أمام هذا الشيء، ولكن ليس بيده
شيء لمواجهة هؤلاء إذا ما أرادوا إشعال هذه الفتنة مثل ما أشعلتها إيران عام 2006 وتبناها عددا من أولئك الطائفيين الذين أفسدوا في الأرض وأهلكوا الحرث والنسل وحرقوا المساجد والمصاحف إرضاء لأسيادهم في طهران. شكرا لكم دكتور. نعم النسيج المجتمعي العراقي سيبقى بإذن الله صامدا بهذه المحاولات، وسيفضح من يقوم بإيقاد نار الفتنة، والله هو المعين على ما يقوم به، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بإذن الله سيبقى المجتمع والنسيج العراقي صامد أمام كل هذه المحاولات. نشكركم الشكر الجزيل مشاهدينا، وكذلك نشكر ضيوفنا الأستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي العراقي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا. وكذلك من عمان نشكر مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري، نشكر حضوركم معنا. أيضا عبر سكايب نشكر أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الدكتور يحيى السنبل، شكرا جزيلا لكم، وشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة. نلتقي في تغطية أخرى، إلى اللقاء.